أنا أعرف أن لديك ما تخفي، مش تخفيه يعني شرا يعني، لكن لا تريد أن تفصح عنه في علاقتك بجماعة الإخوان المسلمين. وإذا أردت ألا تفصح عنه فمش هسألك عنه. لا انت ليه حضرتك بتقولها بالطريقه دي يعني؟ طيب ما انا انما اللي انا عايز اقوله لك عارف انك في نقطه معينه، في نقطه معينه. طالما جبت سيره الزرقاء بقى يعني، طالما سيره الزرقاء ما هقول لك اهو، ما هو انا هقول طالما سيره مش فاهم يعني ايه هو ابراهيم عبد الهادي. يا دي ابراهيم عبد الهادي ده جدي رئيس الوزراء، رئيس الوزراء المصريه في اللي قتل الاخوان المسلمين، اللي قتل الاخوان المسلمين جدي. اه يعني طب ايه يعني ما انا هقول لك اهو يعني عايز تقول ايه؟ خلينا لا خلينا هو هو بص ابراهيم عبد الهادي بنتكلم في التاريخ. بص خليني اقول لك يعني حاجه وبعدين انا مره تكمل. كنت بتكلم مع حضرتك وقلت انك مش عايز تفصح عن هذا الموضوع. ما انت افصحته. طيب خلاص قوله لي بقى طالما افصحنا. ابراهيم عبد الهادي باشا كان رئيس وزراء مصر في عهد الملك. تمام. ابراهيم عبد الهادي باشا يبقى زوج عمه امي. وهو اللي رباها فهو في مثابة جدي. جدك. أنا كنت بعيش في بيته في المعادي. وبالمناسبة لا أنسى هو توفى 1908. مش الإخوان اللي قتلوه، هو المتهم بقتل حسن البنا. هو المتهم بقى هو مات في بيته في فراشه. بالظبط. إنما هو اللي وهو رئيس وزراء قتل حسن البنا. هو كان رئيس هو مات في بيته 1978. وانا كنت بروح البيت طبعا يعني مع امي وكده، فكان يزوره انور السادات. وكان يزوره بدون حراسه وبدون يعني يقعد يتكلم معاه ويتناقش معاه. ما زلت فاكره يعني في صور، ما شفتش انور السادات يعني وهو بيزوره، لكن لان كان بيزوره في جلسات خاصه وفي وقت خاص وبالليل وحاجات زي كده. لكن كانت امي تحكي لي، ويوم الوفاة أنا كنت في البيت. ف عايز إيه بقى؟ لا يعني لا أقصد إنه ده جزء كبير من موقفك حتى من هذه الجماعة، إنه اتبنى على علاقتك بهذا الرجل يعني. طبعًا لأن إبراهيم عبد الهادي باشا تعرض لمشاكل كبيرة في حياته بسبب هذا الموضوع، يعني هو اتحكم عليه بالإعدام. ما هو بعد الثورة بدأوا عملوا محاكمات، وبعدين الرئيس عبد الناصر شال يعني أصدر رفع هذا الحكم وتوقف عن ممارسة السياسة تماما ولزم بيته لغاية ما جه الرئيس أنور السادات، فما رضيش إن هو يعود لأي شيء سياسي. وكان كبر في السن فكان بيزوره بشكل شخصي في بيته. طيب الفكرة أنت اتكلمت على انه الموقف من هذه الجماعه مش بس سياسه ولكن كمان فكر. طول الوقت بيتصدر، كان بيتصدر يعني انه جماعه معتدله. وانت تتحدث طول الوقت عن الاسلام المعتدل. ايه الفرق بين الاسلام المعتدل الذي تراه وهذه الاكذوبه التي تم ترويجها كثيرا عن انها جماعه معتدله؟ ده بيرجعني للسؤال الاولاني بتاعك، انت اي ارض واقف عليها او انت فانا ارضي ايضا الاسلام الوسطي. الاسلام الوسطي يختلف عن في كتير في قضايا فكريه. وديك لقطات يعني علشان اسهل بدل ما نقول كلام جعلص يعني. صحيح. فقه حب الحياه. انا مؤمن ان الاسلام الوسطي يحب الحياه. يحب الحياة، وأن منطقة الصدام المفتعلة بين الحياة وبين الدين غير صحيحة. الحرام عندنا في الإسلام خمس ست حاجات واضحة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، والباقي عيش الحياة بشكل طبيعي. مش كل التيارات تؤمن بهذا الكلام اللي أنا بقوله.